احنا بقى هنبدأ في الجزء الثاني من المقرر اللي هو الخاص بالويست ووتر تريتمنت اللي هي معالجة مياه الصرف الصحي. الجزء الأولاني كان بيتكلم على تنقية المياه، الجزء الثاني يعني هو الوقت بقى بالنسبة لنا اللي فاضل 3 محاضرات، فاحنا هنحاول ايه نلخصه بقدر الإمكان. الجزء الثاني اللي هو بيختص بدراسة معالجة مخلفات مياه الصرف الصحي. شوف بس إن عشان تسجيل المحاضرة في حد بدأ ماشي. فالمحاضرة النهاردة هنبدأ عن الويست ووتر انترودكشن تو ويست ووتر تريتمنت بروسيس، مقدمة عن معالجة مياه الصرف الصحي. الويست ووتر تريتمنت دي صورة لمحطة معالجة لمياه الصرف الصحي. دايما بنحاول في محطات معالجة مياه الصرف الصحي إن احنا نعملها بشكل جمالي ونعمل فيها مناطق خضراء ولاندسكيب بحيث إنها يبقى مقبولة من ناحية النظر، وبرضه من عملية المعالجة إن احنا نعمل محطة لما بتكون المحطة شغالة كويس ميبقاش عندي لا روائح ولا أي مشكلة في المحطة. يبقى دي صورة كده لمحطة معالجة صرف صحي. هنلاقي الأحواض موجودة، المباني، المناطق الخضراء، فبتدي شكل جمالي. الويست ووتر خدنا تصميم إيه؟ عنبر هاي ليفت بامب يا دكتور، نعم، خدنا الهاي ليفت بامب، الصوت مش واضح خدنا حضرتك. التصميم بتاع العنبر الهاي ليفت بامب. لا لا لا، ده الجزء ده بقى هيدخل مع الشبكات. تمام. احنا هنبدأ بقى في الجزء بتاع الويست ووتر، لأن احنا الوقت بتاعنا والمدى الزمن للمحاضرات لا يسمح يعني. تمام عليك. احنا هنبدأ في الجزء بتاع الويست ووتر. ايه هي الويست ووتر بقى؟ مياه الصرف الصحي هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن كومباينيشن خليط من الليكويد اللي هو السائل والويست اللي هي الفضلات أو المواد العلقة اللي بيتم إزالتها من المنازل والمصالح الحكومية والتجارية والصناعية. يبقى عبارة عن مية مخلوطة بمجموعة من الشوائب، اللي هي المية دي تم تجميعها من سواء مياه منزلية من المنازل بعد ما نوصل لها المية، أو من المصالح الحكومية أو المصانع. الويست ووتر هي أحد أفرع الهندسة الصحية، يهتم بكيفية تجميع مياه المخلفات المنزلية، الصناعية، التجارية، وكيفية نقلها لمحطات المعالجة. وإزاي يعني الويست ووتر انجينيرنج بيتكلم على تجميع مياه المخلفات اللي هي مياه الصرف ونقلها لمحطة المعالجة، وبعد كده نقوم بمعالجتها نحولها لمواد غير ضارة على البيئة عشان نتخلص منها. يبقى الويست ووتر هتتكون من ثلاث، أو الويست ووتر انجينيرنج بتتكلم على 3 حاجات. أول حاجة الويست ووتر كوليكشن اللي هو تجميع مياه الصرف، وده بيشمل السيورز اللي هي مواسير تجميع مياه المجاري، البامبنج اللي هي محطات الرفع اللي هي بتجمع المية وتضخها، والريزنج مين اللي هو خط الطرد اللي بينقل المية من القرية إلى محطة المعالجة. يبقى أول حاجة الويست ووتر كوليكشن بيشمل شبكات التجميع، الترمبات اللي بتضخ المية، وخط النقل اللي هو الريسنج اللي هو خط الطرد. طيب الخطوة الثانية اللي هي التريتمنت اوف سيوج، المياه الصرف بنسميها سيوج. السيوج ديت مسمى مياه الصرف. يبقى معالجة مياه الصرف بيتم فيها كذا نوع من المعالجة، إما برايمري معالجة ابتدائية، سكندري ثانوية، تيرشي معالجة متقدمة أو ثلاثية، وهنتكلم عنهم بالتفصيل. بعد ما بنعمل لهم عملية معالجة بنعمل لهم بقى حسب نوع المعالجة، بنعمل لهم ديسبوزر بنتخلص منهم، يعني نرمي المية في المصرف، نرمي المية في البحر، أو نعمل ريوز إعادة استخدام. لو أنا عملت تيرشي تريتمنت معالجة متقدمة أو معالجة ثلاثية بنعيد استخدام المية في بعض الزراعات. مصادر بقى مياه الصرف اللي هي sources of waste water. مياه الصرف بقى أو مياه مخلفات الصرف الصحي دي بنجمعها من كذا مصدر. أول حاجة domestic waste water،
مخلفات الصرف او المياه المنزليه من المنازل. يبقى انا عندي شبكه المياه بتوصل لي المياه، بنستخدم المياه، بيتم اضافه يعني او بيتم بيها استخدامها في الغسيل، في المطبخ، في الحمام، فبيوصل بيتخلط معاها مجموعه من الملوثات، فبنجمع المياه ديت يبقى مياه صرف منزليه. اندستريال ويست ووتر رقم 2 اللي هي مياه صرف ناتجه عن المصانع. يبقى في بعض الصناعات بياخد المياه، الصناعات دي صناعات أغذية، صناعات مواد كيماوية، بينتج عنها بعض المخلفات بتخلط مع المية، فبتبقى بنسمي ده صرف صناعي. برضو مصادر مياه الصرف الستورم ووتر اللي هي مياه الأمطار، من ضمن وظيفة برضو شبكات الصرف إنها بتجمع مياه الأمطار. الانفلتريشن ووتر 4 اللي هو مياه الرشح، يبقى من ضمن برضو مياه الصرف عندي مياه الرشح اللي هي المياه الجوفية، ساعات بنخفضها لأنها بتأثر على المباني وعلى الطرق. الكوميركال أند جفرمنتال اللي هي مياه الصرف الناتجة عن الاستخدامات التجارية زي المولات والنوادي وهكذا، والجفرمنتال اللي هي المصالح الحكومية والمدارس والجامعات. إيه هي بقى What is in wastewater؟ إيه الموجود في الwastewater؟ مخلفات آدمية، food from things اللي هي مخلفات طعام، مخلفات ناتجة عن الصابون والمنظفات، مخلفات ناتجة عن غسيل الشوارع، مخلفات ناتجه عن الاندستريال ديسشارج الناتجه عن الاستخدامات الصناعيه. يبقى ايه هي المخلفات الموجوده في مياه الصرف؟ لو بصينا الشكل ده بيبين دايجرام كده لعمليه الصرف. يعني انا عندي مثلا هنا في اليمين دوميستيك ويست ووتر، ده منزل، فبيبقى في ماسوره بتجمع مياه المنزل على منهول مطبخ او غرفه تفتيش في الشارع على خط رئيسي. وفي برضه اندستريال، في مصنع، في ماسوره بتجمع مياه المصنع، بتجمعهم على شبكه تجميع. لو في مياه امطار بيبقى عندي ووتر قلت اللي هي شبكات لتجميع مياه الامطار، او في بيبقى عندي غرفه تجميع مياه الامطار، وبتجمع الكلام ده كله في خط رئيسي بيتجمع لي الميه وينقلها لمحطه المعالجه او معالجه الصرف الصحي. يبقى ده شكل بيبين مسار وتجميع مياه الصرف. احنا ايه برضو السبب اللي احنا بيخلينا واي تريت ويست ووتر، بنعالج مياه الصرف ليه؟ بتحتاج لو انا رميت ميه الصرف في مثلا مصرف او في النهر بتؤدي الى نقص في الاكسجين، فبالتالي بيعمل تفاعلات هوائيه، بيعمل رائحه وطعم غير مستحب للمياه وبيضر البيئه. بيضيف نيترانت او مواد مغذيه لو انا رميت الميه في المصرف، المواد دي بينتج عنها نمو غير مرغوب فيه للنباتات وبعض الكائنات الحيه الضاره. بينكريس سسبندد سوليد او سيديمنت، بيزود المواد العالقه او المواد المترسبه في الانهار، في الاستريم اللي انا برمي فيها المياه الصرف، يبقى بتعمل لها تربيديتي او بتعكرها زياده. الـ Objective of Water Treatment، إيه الغرض من of Sewage Treatment، معالجة مياه المجاري؟ أول حاجة to prevent pollution of the receiving water، نملع تلوث المياه اللي إحنا بنتخلص فيها. يعني أنا مياه الصرف بتخلص منها إن أنا برميها في مجرى مائي، المجرى المائي ده قد يكون مصرف. لو أنا رميت مياه الصرف زي ما هي يبقى هتعمل له تلوث زياده، تبقى تلوث للبيئه المحيطه. يبقى اول حاجه نمنع التلوث الجزء اللي هو برمي فيه الميه. بنمنع الاوفنس اودر ان ذا ووتر، بنمنع الرائحه الكريهه او الميه. بنمنع تدمير الحياه
destruction of aquatic life، الحياة المائية نتيجة إن أنا برمي فيها مياه. لو أنا اتخلصت في بعض الحالات، لو أنا في الصحراء واتخلصت من السيوج ده على الأرض، ده بيؤدي إلى إن التربة نفسها بتبقى سك أو بتبدأ يحصل لها بعض يعني التلوث، وبعد فترة ما تستقبلش مياه صرف زيادة. هنيجي بقى نتكلم على الكومبوزيشن، مكونات مياه الصرف وخواص مياه الصرف. يبقى الكومبوزيشن انت كاراستريستيك وفوست ووتر. عندي الخواص الفيزيائية الفيزيكال كاراستريستيك، أول حاجة التوتال سوليد. لما نيجي نتكلم على مياه الصرف هنلاقي اللي هي السيوج، هنلاقي 99.9% منها مية. أمال التلوث بقى اللي عامل المشكلة دي كلها 1%. يبقى بالنسبة لمياه الصرف هي عبارة عن 99.9% مية و1% ده سوليدز. يبقى التلوث ده كله عبارة عن 1%. والغرض من عملية المعالجة بتاع مياه الصرف ان انا اتخلص من 1% دي، افصله عن المية. يبقى السوليدز او التوتال سوليد، المواد الصلبه الموجوده في الميه، بتنقسم لجزئين. الجزء الاولاني اللي هو سسبندد، مواد علقه يعني علقه في الميه، لها حجم، حبيبات لها حجم ولها شكل، ودي بتمثل 30%. مواد دايبه، بتبقى دايبه في الميه، بتسبب عكاره وغير ملاحظه، يعني ما يلهاش حجم عشان اشوفها، ودي بتمثل 70%. لو جينا بقى صنفناهم من السسبندد دول، المواد العالقه دي اللي هي القابله للترسيب، ستيلبل او نون ستيلبل غير قابله، هنلاقي القابله للترسيب ال 30% دي 10% اللي هي قابله للترسيب 15 وغير قابله للترسيب 15. طب ال 15 دي المواد دي مكونه من ايه؟ 10% اورجانيك ماتر و5% ان اورجانيك. مواد اورجانيك يعني مواد عضويه اللي هي بواقي الاكل والكلام ده، وان اورجانيك مواد غير عضويه برضو غير قابله للترسيب، اللي هي بتبقى 10% اورجانيك و5% ان اورجانيك. لما نيجي المواد الديسولفد هنلاقي 30% منها اورجانيك و40% منها ان اورجانيك. يبقى ديت مكونات او المواد الصلبه الموجوده في الميه وتصنيفها من حيث انها قابله دايبه او علقه سسبندد او دايبه ديسولفيد، وتاني حاجه قابله للترسيب او غير قابله للترسيب، ورابع حاجه انها مواد عضويه او غير عضويه. يبقى نعيد الكلام ده تاني. يبقى الكومبوزيشن في ويست ووتر 99.9% ميه، 1% سوليدز. السوليدز دي اللي هي التوتال سوليد، لو قلنا انها 100 جزء، يبقى التوتال سسبندد سوليد المواد العالقه اللي هي 30%، القابله للترسيب منها ستيلبل 15، اورجانيك 10، وان اورجانيك 5. النون ستيلبل برضه غير قابله للترسيب 15، الاورجانيك المواد العضويه 10، والان اورجانيك 5. التوتال سولفيد سوليد اللي هي المواد الدايبه اورجانيك مواد عضويه 30% وان اورجانيك 40%. يبقى التوتال اورجانيك كلها لمياه الصرف، مياه الصرف فيه بقى تقريبا 50% من السوليدز الموجوده فيها اورجانيك مواد عضويه، سواء هي شامله بقى انها ديسولفيد او سسبندد. والتوتال ان اورجانيك المواد العضويه غير العضويه 50% برضه في مياه الصرف. يبقى ديت السوليدز الموجوده في مياه الصرف. هنتكلم بقى برضه تاني حاجه في الفيزيكال كاركترستيك. اول حاجه قلنا السوليدز، رقم 2 الكلر. يبقى اللون بتاع مياه المجاري بيبقى رمادي، بيميل الى اللون الاسود. التمبريتشر درجه حراره مياه الصرف بتروح ما بين 15 ل 25. الرائحة بتبقى أفنس، غير يعني رائحة نفاذة،
ودي نتيجة إن التفاعلات اللاهوائية اللي هي تحلل المواد العضوية، ومعظم الروائح ناتجة عن التفاعلات اللي هي ويست ووتر، التفاعلات اللاهوائية اللي ينتج عنها كبريتيت الهيدروجين، وده له رائحة نفاذة زي رائحة البيض الفاسد هكذا. الدنسي بتاع مياه الصرف بتبقى من 1.2 ل 1.5، يعني ازيد شويه من الميه. التربيديتي مياه الصرف طبعا بيبقى فيها عقاره كبير. الكيميكال كاراستريستيك بقى، الخواص الكيميائيه لمياه الصرف، احنا عارفين البي اتش اللي هو مقياس الحمضيه او القلويه، فمياه الصرف غالبا بتتراوح ما بين 6 ل 8 حسب المكونات اللي فيه. عندي اهم حاجه بقى في الكيميكال اللي هو البيولوجيكال اكسجين ديماند، اللي هو مقدار التلوث العضوي اللي هو موجود، هو عباره عن ايه؟ كميه الاكسجين المطلوبه من البكتيريا، its amount of oxygen required by the bacteria، كميه الاكسجين المطلوب بواسطه البكتيريا عشان يعمل استابلايز ذا اورجانيك ماتر، عشان يعمل تثبيت للمواد العضويه الموجوده في الميه، وفي تحت ظروف قياسيه ودرجه حراره 20 درجه لمده 5 ايام. يبقى انا لو اتكلمنا على مياه الصرف، مياه الصرف دي عشان برضو نتكلم المعالجه بتاعتها او بتتم ازاي، ان انا بستخدم البكتيريا، البكتيريا بتتغذى على الملوثات الموجوده في الميه، البكتيريا بتتغذى على الملوثات العضويه اللي هي المواد بواقي الاكل وهكذا، اللي هي المواد العضويه. البكتيريا عشان تتغذى محتاجه اكسجين، فالاكسجين لما كل ما بتتغذى على مواد عضويه بتستهلك اكسجين. فبقى عندي مقياس كده بنعمله، لو انا جبت كميه معينه من البكتيريا حطيتها في مياه الصرف وسبتها 5 ايام ومدتها وحسبت كمية الاكسجين الموجود في الاول، وبعد 5 ايام حسبت كمية الاكسجين، كل لو المواد التلوث كبير البكتيريا هتتغذى على المواد الملوثة وهتحتاج كمية اكسجين كبير، لو مقدار التلوث بالمواد العضوية قليل يبقى البكتيريا هتتغذى على المواد العضوية وهتستهلك كمية اكسجين قليلة. فالمقياس ده بيستخدم لقياس التلوث مياه المجاري، يبقى عشان نقول المياه المجاري دي درجة التلوث بتاعتها كذا، ففي وحدة بنسميها البيولوجيكال اكسجين ديماند او بنسميها البي او دي. البي او دي هي كمية البكتيريا لأكسدة المواد العضوية خلال 5 ايام. يبقى اي مياه صرف عشان نحدد قوة التلوث فيها أو مقدار التلوث فيها، بناخد المية دي عينة من المية رد ونسيبه 5 أيام ونقيس الأكسجين في الأول ونقفل عليه، وبعد 5 أيام نقيس الأكسجين. لو الأكسجين ده تم استهلاك كمية كبيرة بقى كان التلوث اللي موجود في المية أو المواد العضوية كتير، لو تم استهلاك كمية صغيرة من الأكسجين يعني بعد 5 أيام بنقيس الأكسجين الموجود ونطرح الموجود من اللي كان موجود في الأول نعرف تم استهلاك قد إيه، لو الكمية صغيرة يبقى مقدار التلوث صغير، لو الكمية كبيرة يبقى مقدار المواد العضوية أو التلوث اللي كان موجود كبير. يبقى المقياس ده بنستخدمه لقياس درجة التلوث وبنسميه البي أو دي أو البيولوجيكال أكسجين ديماند. يبقى البيولوجيكال أكسجين ديماند هو مقدار الأكسجين اللي بتستهلكه البكتيريا لتثبيت المواد العضوية الموجودة في مياه الصرف تحت ظروف قياسية ودرجة حرارة 20 لمدة 5 أيام. يبقى ده بقى a measure of the organic content of waste water، ده مقياس لمحتوى المواد العضوية في الويست ووتر. يبقى أنا عندي مياه الصرف المنزلية البي او دي بتاعها غالبا بيبقى بيتراوح ما بين 200 ل 400 مللي جرام على اللتر، اللي هو محتوى كمية الأكسجين اللي أنا محتاجها لأكسدة المواد العضوية. مياه الصرف الصناعي بيبقى التلوث عالي، فممكن يبقى 1000 ل 2000 مللي جرام على اللتر أكسجين. يبقى البيولوجيكال أكسجين ديماند
هنقوله تاني عشان ده مهم، هو مقياس لكمية الأكسجين اللي بتستهلكها البكتيريا لتثبيت المواد العضوية الموجودة في مياه السرب تحت ظروف قياسية وفي درجة حرارة 20 لمدة 5 أيام. يبقى بنقيس الأكسجين ده لمدة 5 أيام. يبقى في حد له استفسار عليه الأول عشان ننقل على اللي بعده؟ الكمية بتتراوح من كام لكام يا دكتور؟ بالنسبة لمياه الصرف المنزلية بتبقى من 200 ل 400 ملي جرام لكل لتر، ده كمية الأكسجين أو بقى مقياس للمواد العضوية. لو هي مواد صناعية بتبقى فوق الألف، لأن بيبقى كمية المواد العضوية كبيرة فالبكتيريا بتستهلك أكسجين أكتر. يبقى الاختبار البي أو دي ده، البي أو دي تيست، لما بتجيلي مياه صرف لأي مدينة قبل ما بعمل المحطة باخد المياه ديت وبقيس البي أو دي بتاعها عشان أعرف قوة المواد العضوية أو التلوث الموجود. يبقى البي أو دي بكل بساطة معالجة مياه الصرف الصحي اللي هي الطرق اللي احنا ندرسها السنة دي، بتعتمد ان انا بجيب المياه الصرف كده كده فيها بكتيريا، بمد البكتيريا دي باكسجين فالبكتيريا بتتغذى على المواد العضوية الموجودة داخل المية، فلما بتتغذى عليها بتحولها لخلايا بكتيريا او مواد ثابتة ممكن تترسب ويعني بتتجمع وتكون خلايا بكتيريا. الخلايا دي بتكون حاجة اسمها اكتيفيتد سلاج او حمأة نشطة بناخدها نرسبها في خزان ترسيب. دي عملية معالجة مياه الصرف بالطريقة اللي هي الطريقة البيولوجية. طيب البكتيريا بتتغذى، عشان تتغذى عاوزة اكسجين، فكل ما التلوث يزيد البكتيريا محتاجة اكسجين اكتر. فاستغلينا العملية دي وعملنا مقياس للتلوث. المقياس ده بيعتمد على نسبة الأكسجين اللي بتستهلكها البكتيريا لأكسدة المواد العضوية. طيب ده اسمه بيولوجيكال أكسجين ديماند. طيب لو أنا عندي مواد صناعية يبقى في مقياس تاني اسمه كيميكال أكسجين ديماند السي أو دي. طيب البكتيريا هتتغذى على بعض المواد العضوية القابلة للتحلل، في بعض المواد البكتيريا مش هتقدر تتغذى عليها، وانا عاوز اعرف كمية التلوث، ودي بتبقى غالبا في المياه الصناعية. فبعمل اكسدة للمواد دي عملية بعملية كيميائية مش بالبكتيريا بقى. يبقى الكيميكال اكسجين ديماند ان انا بعمل اكسدة للمواد العضوية اللي هي الاورجانيك ماتر موجودة في المية، سواء كانت بايو ديجريدابل، يعني البكتيريا بتتغذى على البايو ديجريدابل المواد القابله للتحلل المواد العضويه، لكن المواد العضويه اللي هي غير قابله للتحول بنسميها نون بايو ديجريدابل اللي هي المواد العضويه غير قابله للتحلل. فبالتالي انا عاوز مقياس يقيس لي بقى كل المواد العضويه الموجوده او التلوث الموجود ده. اسمه بنقيسه ازاي؟ بنروح ضايفين ماده كيميائيه بتعمل اكسده للمواد العضويه ديت واحسب كميه الاكسجين اللي استهلكها. يبقى عندي مقياس ثاني بس ده بيعتمد على استخدام ماده كيميائيه فبنسميه كيميكال اكسجين ديماند، وده مقياس برضو للتلوث بس بيقيس لي كل المواد العضويه الموجوده سواء قابله للتحلل او غير قابله للتحلل. فبالتالي هيتضح لنا ان السي او دي غالبا دايما اكبر من البي او دي، لان هو عباره عن كميه الاكسجين لاكسده كل المواد العضويه سواء قابله للتحلل او غير قابله للتحلل. لكن البي او دي كميه الاكسجين اللي بيستخدم لاكسده المواد العضويه القابله للتحلل فقط. فنلاقي في نسبه تقريبيه بتقول ان السي او دي بيساوي او نسبه السي او دي الى البي او دي بتساوي من 3 إلى 2. يبقى تقريبا البي او دي، يعني لو انا عندي البي او دي 400 يبقى غالبا السي او دي بتاع الميه هيبقى 600. ودول مقياسين مهمين جدا لقياس درجه التلوث. يبقى انا عندي في المعمل لما بتجيلي مياه صرف عاوز اشوف درجه التلوث بقيس البي او دي، احط الميه الصرف في انبوبه اختبار واخد ريد
واقيس الاكسجين في الاول واروح اقفل الانبوبه واسيبها لمده اسبوع بعد 5 ايام. بعد 5 ايام اروح فاتح الانبوبه الاختبار اقيس الاكسجين واطرح الاثنين من بعض يديني كميه الاكسجين اللي تم استهلاكه. دي اول مقياس. فالكميه ديت حسب انها صغيره او كبيره بتحدد مقدار التلوث. طب انا لو عاوز في طريقه سريعه خلال ساعه يبقى البي او دي بياخد 5 ايام، في طريقه سريعه خلال ساعه احدد كميه التلوث، بنعمل اختبار اللي هو السي او دي او الكيميكال اكسجين ديماند، ان انا بضيف ماده مؤكسده على المياه المجاري، الماده دي بتؤكسد المواد العضويه، وبقيس كميه الاكسجين اللي تم استهلاكه وبحدد التلوث اللي هو بيبقى السي او دي. نيجي بعد كده لرابع حاجه من الخواص الكيميائيه بقى. المياه المجاري طبعا فيها امونيا ونيتروجين، فيها نيترات ونيتريت، فيها كلوريدات وفيها هيدروجين سلفيت، دي موجوده والمفروض ان احنا نتخلص منها في عمليه المعالجه. تاني حاجه البيولوجيكال، او تالت حاجه بقى في خواص مياه الصرف اللي هي البيولوجيكال كاركترستيك، الخواص البيولوجيه لمياه الصرف. يبقى انا عندي مياه الصرف فيها مواد طبيعيه زي ما قلنا اللي هي السوليدز، ومواد مسببه للون والطعم والرائحه، فيها مواد كيميائيه، مواد عضويه الموجوده اللي احنا اتكلمنا عليها، نيترات وكبريتات الهيدروجين، فيها كائنات حيه برضو من ضمن التلوث الموجود في مياه الصرف اللي هي الكائنات الحيه، فبنسمي ده البيولوجيكال كاركترستيك. يبقى الويست ووتر كونتين مياه الصرف بتحتوي على بكتيريا وفانجي نوع من انواع الكائنات الحيه، والالجي اللي هي الطحالب والبروتوزا والفيروسات والباثوجونيك بكتيريا والبكتيريا المسببه للامراض، وبتحتوي في عندنا فيها برضو فيها باثوجونيك انديكيتور، مواد بتحدد لي كميه التلوث. عندي الايكولاي والكولاي فورم، دي انواع من انواع الديدان والكائنات الحيه الموجوده، والفيكال كولي فورم اللي هي برضو دي اللي هي البكتيريا، انواع من انواع الكائنات الحيه. يبقى المايكرو اورجانيزم في الشكل اللي احنا شايفينه ده بيتم تصنيفها الى بلانتس. لو انتوا بقى درستوا احياء زمان ولا حاجه، دي نوع من انواع الكائنات الحيه، او بروتيستس اللي هي يوني سيلولر وحيده الخليه زي البكتيريا، او مالتي سيلولر متعدده الخليه او النواه اللي هي الالجي الطحالب الفانجي والبروتوز. في نوع اللي هي الانيمال زي الورم الديدان والكولي فورم اللي هي الكولاي والكولي فورم والفيكال كلوفورم وهكذا. يبقى دي انواع الكائنات الحيه الموجودة في مياه الصرف والمفروض نتخلص منها عشان ما تضرش البيئة المحيطة بها. الويست ووتر تريت، هنيجي بقى نتكلم على معالجة مياه الصرف. يبقى عرفنا مكوناتها، فلازم نعمل لازم نجيل التلوث ده. يبقى الويست ووتر اللي هو تنقية المية، الغرض منه بقى يشيل كل المواد اللي احنا اتكلمنا عنها، سواء مواد اللي هي الفيزيكال او الكيميكال او الميكروبيكال او البيولوجيكال، مواد الكائنات الحية. يبقى الويست ووتر هنبدأ لو بصينا فوق كده، الويست ووتر بامب اللي هي بامب ستيشن اللي هي المحطه اللي بتجمع مياه الصرف، ادي عندي شبكه الصرف الشمال ديت مجموعه المواسير بتجمع بالانحدار في محطه الرفع، محطه الرفع بتضخ الميه وبعدين تدخل لمحطه المعالجه. فيبقى عندي اول حاجه برايمري تريتمنت، معالجه ابتدائيه بيتم فيها ازاله المواد الطبيعيه بالطرق فيزيائيه، وبعد كده ندخل على البيولوجيكال تريتمنت المعالجه البيولوجيه، ودي بيتم إزالة المواد الدايبة اللي هي محتاجة عمليات بيولوجية إن البكتيريا تتغذى. بعد كده ممكن نطلع لتيرشري تريتمنت اللي هي معالجة ثلاثية أو متقدمة. لو بصينا في الشكل اللي تحت لمخطط محطة معالجة،
اول حاجه انكومنج رو سيوج، المياه السيوج اللي جايه تدخل اول حاجه على حاجه السكرين، مصافي. المصافي دي عشان تشيل المواد العالقه الموجوده في الميه. بعد كده بتدخل على جريد شامبر، غرفه ازاله الخبث او غرفه ازاله اللي مات، بتشيل المواد اللي لها وزن تقيل زي الرمل او كسر الازاز وقشر البيض والكلام ده. بعد كده بتدخل على سيديمنتيشن تانك اللي هو برايمري سيديمنتيشن تانك. في الخزان ده بيتم ترسيب احنا قلنا السوليدز في نسبه منها قابله للترسيب، بيتم ترسيب السوليدز القابله للترسيب في السيديمنتيشن تانك. بعد كده بتدخل على خزان التهويه او العمليه البيولوجيكال تريتمنت اللي هو المرحله السكندري. يبقى المرحله الاولانيه دي بنسميها برايمري، بيتم فيها ازاله المواد العالقه والمواد اللي لها حجم وشكل. بعد كده المواد الدايبه اللي هي المواد العضويه الدايبه ندخل على السكندري تريتمنت. مثلا بيبقى في خزان مثلا من نوع بعض الانواع اللي هو الاريشن تانك، البكتيريا بتتغذى بنمدها بهواء عشان تاخد الاكسجين، تتغذى على المواد الملوثه تحولها لخلايا بكتيريا. الخلايا دي بتبقى اسمها حمأة نشطه، ناخدها في فاينل سيديمنتيشن تانك اللي هو بعد الاريشن تانك يتم ترسيبها. يبقى كده تم تحويل المواد العضويه لخلايا بكتيريا وتم ترسيبها. بعد كده الميه بتروح على خزان ديسنفكشن، بيتم اضافه الكلور عشان تقتل اي كائنات حيه متبقيه، ونتخلص من الميه بنرميها في المصرف. يبقى ديت اللي هو السكندري تريت. اللي بالاسمر تحت ده الخط بتاع السلاج. يبقى انا عندي رواسب في البرايمري سيدمنتيشن تانك، عندي رواسب في الفاينل سيدمنتيشن تانك، باخد الرواسب دي اعالجها عشان لو انا اتخلصت منها هتضر البيئه، فباخدها بنعمل لها عمليه معالجه في دايجستر مخمر للحمأة، وبعد كده بنعمل لها سلاج دراينج بيت، احواض تجفيف بنجففها في الشمس، وتستخدم بقى المخلفات دي كسمات في الزراعه. يبقى ده الفلولاين لمحطه معالجه مياه الصرف. برضه هنيجي نتكلم نفس الكلام ده نعمله بصوره ثانيه، المنسيبيكال ويست ووتر تريتمنت، محطه معالجه مياه صرف منزليه. احنا هنتكلم برضه حتى في الجزء المقرر بتاعنا لمحطات معالجه مياه الصرف المنزليه. مياه الصرف الصناعيه دي بتعتمد على نوع الصرف الصناعي والمواد الكيميائيه فيه، بتستخدم طرق كيميائيه. فاحنا عندنا اول حاجه في المحطه اللي هي ال تشامبر، غرفه دخول، السكرين اللي هي المصافي، جريت ريموفر ازاله الخبث او ازاله الرمال، برايمري سيديمنتيشن. وبعد كده تدخل على السكندري اللي هو هندخل على البيولوجيكال تريتمنت، ومنها ندخل على السكندري سيديمنتيشن، وفي الاخر ديسنفكشن اللي هو اضافه الماده المطهره لتقتل البكتيريا. من البرايمري سيدمنتيشن والسكندري سيدمنتيشن في سلادج، بنسحب الرواسب اللي هي برايمري سلادج وسكندري سلادج، بنوديهم للسلادج هاندلنج او عمليه معالجه للسلادج نفسه عشان ما يضرش البيئه. يبقى الطيب الكلام ده كتبناه برضو في سلايدز عشان تقراه ونفهمه. يبقى التايب اوف تريتمنت، نوع معالجه مياه الصرف، بيختلف على مدى جوده المياه المطلوبه. يعني مياه الصرف دي عمليه المعالجه اللي انا بعملها، المياه دي انا عاوز جوده المياه الناتجه من المعالجه قد ايه، وهل المياه دي هيتم استعمالها يعني هستخدمها في الزراعه ولا هيتم التخلص منها من المياه في المصرف. بتنقسم بقى المعالجه الى كذا حاجه. اول حاجه برايمري تريتمنت، ودي فيزيكال تريتمنت، معالجه طبيعيه يعني باستخدام الخواص الطبيعيه والفيزيائيه. ان انا عندي شوائب موجوده في الميه، مواد عالقه، عندي مواد طافيه زي الخشب، ورق، قماش، فدي بيتم فصلها في المعالجه الابتدائيه. البيولوجيكال تريتمنت، ودي بنسميها السكندري تريتمنت اللي هي المعالجه الثانويه، ودي بتعتمد على ان احنا نتخلص من المواد العضويه المتبقيه بعد المعالجه الاوليه. وده غالبا بنعمل احواض للتهويه فيها بكتيريا بتتغذى على المواد العضويه دي. تالت حاجه اللي هي التيرشري تريتمنت اللي هي المعالجه المتقدمه او المعالجه الثلاثيه، وديت
بنعملها لو انا عاوز اعمل اعاده استخدام لمياه الصرف ان انا استخدمها في الري في بعض الزراعه. يبقى دي الانواع الرئيسيه لمعالجه المياه الصرف اللي احنا ندرسهم في بقيه الترم، اللي هي واحد واثنين، اللي هي البرايمري تريتمنت والبيولوجيكال تريتمنت اللي هي السكندري. يبقى البرايمري تريتمنت دي في بعض الحالات بنعمل برايمري بس. طيب يبقى ده، وده كان بيتم زمان في اسكندريه، كانت بيتم المعالجه الاوليه او الابتدائيه فقط، والميه كنا بنتخلص منها في البحر. يبقى بنرمي لما زاد عدد سكان بقى مدينه زي اسكندريه، وكميه الميه اللي بنرميها في البحر كبيره لان انها بتلوث الشواطئ، فقلنا لا ما بقناش نستخدم الطريقه دي. لكن لو انا عندي مدينه صغيره او قريه قريبه من البحر، بنعمل معالجه ابتدائيه ونعمل ماسوره ترمي داخل البحر بس على مسافه داخل المياه. النوع الثاني البرايمري زائد السكندري تريتمنت. لو انا استخدم برايمري زائد سكندري، المياه الناتجه عن المعالجه ديت يعني بتبقى تم التخلص من المواد الملوثه المسببه للامراض ومش هتضر البيئه، لكن ما اقدرش استخدمها، فبالتالي بنرميها في المصرف، بنتخلص منها في المصرف. لو انا عملت برايمري زائد سكندري زائد تيرشري، معالجه ابتدائيه وثانويه وثلاثيه او متقدمه، يبقى المياه دي ممكن استخدمها في عمليه الزراعه. موجود برضو رسم مخطط لمحطه معالجه مياه الصرف. دايما هنبدا برضو بالسكرين جريت ريموفر اللي هي ازاله المواد اللي هو الخبث، وساعات بنسميها ازاله الرمال. برايمري سيتلينج خزان ترسيب ابتدائي، بعد كده خزان اللي هو اللي بيتم فيه عمليه التخلص من المواد العضويه اللي هو المعالجه الثانويه، بنسميه اكتيفيتد سلادج او بيولوجيكال تريتمنت. بعد كده البكتيريا بتتحول لخلايا تروح للفاينل سيتلينج، وتخرج الميه على خزان الكونتاكت باسين اللي هو خزان التلامس بتاع الكلور، ويتم اضافه الماده المطهره ونتخلص من الميه في المصر. ده فلو دايجرام لمحطه مياه صرف تقليديه. برضه هنا في رسمتين، هو نفس الرسمه اللي احنا عرضناها ورسمه ثانيه. البرايمري في برضه تصنيف ثاني لمعالجه مياه الصرف، بنقول ان انا عندي البرايمري دي بتتقسم حاجتين، بري ماينري معالجه اوليه، ودي بتشمل السكرين والجريد شامبر اللي هي ازاله الرمال. البرايمري اللي هي المعالجه الابتدائيه، ودي اهم حاجه اذا قلنا برايمري يبقى في برايمري سيتلينج او سيدمنتيشن تانك. السكندري بتشمل اللي هي الاكتيفيت سلادج او البيولوجيكال تريتمنت زائد الفاينل سيدمنتيشن، يبقى الجزء ده ايه السكندري. وبعد كده بنتكلم على الديسنفكشن. يبقى هنبدا بقى نتكلم على اول خطوه من خطوات معالجه مياه الصرف اللي هي المعالجه الابتدائيه. يبقى البرايمري ويست ووتر تريتمنت. لو احنا رجعنا هنا في الشكل ده، انا عندي الجزء اللي هو ده من اول المياه ما تدخل لحد البرايمري سيتلينج، ده بنسميه برايمري تريتمنت معالجه ابتدائيه. وبعد كده الجزء الثاني اللي هو الاكتيفيت سلادج او البيولوجيكال تريتمنت والفاينل سيتلينج، دي المعالجه الثانويه. فاحنا هنبدا نتكلم دلوقتي على البرايمري ويست ووتر تريتمنت، المعالجه الابتدائيه المياه الصرف. الغرض منها الريموفر اوف سيتبل سسبندد سوليد، ازاله اعاده. لو انا بعمل محطه صرف، اعاده تدويرها المياه شرب. احنا اتكلمنا على ثلاث درجات من المعالجه. برايمري وديت لو انا هعملها بس ارمي الميه في البحر. برايمري زائد سكندري لو انا عملت المرحله دي، ودي اللي موجوده في كل محطات الميه في معالجه الصرف في مصر حاليا. تمام. برمي الميه في الايه؟ في المصرف. ما بستخدمهاش، المفروض المصرف بيجمع زي ما درسته في الري، يجمع مياه الصرف الزراعي ويوصل لحد ما يوصل للبحر
في محطات رفع بترفع مية المصارف وترميها في تمام. البحر المتوسط. لو أنا عملت معالجة ثلاثية فدي بتوصل لمرحلة إن أنا قد أستخدم المية في ري بعض الزراعات. فكرة أنت ناشئ. بقى جاي لو أنا عاوز أشرب المية دي، يبقى أنا لازم أعمل مرحلة تانية أوصل بالمية بعد المعالجة الثلاثية اللي هي ديت، وصلت المية لدرجة النقاء المية الموجودة في الترع. أدخلها يعني عشان محطة تنقية من الأول وجديد كتنقية عادية مش بعد كده ممكن نعمل معالجة متقدمة شبيهة لتنقية المياه، لمحطة تنقية المياه، أخذ منها مية. بس الكلام ده يعني غير مقبول، يعني احنا ممكن يعني ايه بعد المعالجة الثلاثية نعمل معالجة متقدمة. المعالجة المتقدمة دي هتكون شبيهة بمحطة تنقية المياه، فيها كواجوليشن فلاكوليشن وفلتريشن ونفس الكلام، وتنتج المية، تبقى المية هتبقى صحيا وجودة، يعني مية قابلة للاستخدام، ما فيش فيها أي مشكلة. لكن هل المستخدم نفسيا هيتقبلها؟ دي النقطة الأساسية. ايوه تمام. يبقى مش التيرشري بقى اللي هتعمل، التيرشري دي هتطلع مية إيه؟ اللي أنا ممكن أستخدمها في الري، تبقى مية قريبة من خواص المياه الموجودة في الترع. لأن التيرشري أنا ممكن أرمي المية في الترع، لكن السكندري لا، برميها في المصرف. هنتكلم بقى على البرايمري ويست ووتر تريتمنت اللي هي المعالجة الابتدائية لمياه الصرف. الغرض منها إزالة المواد القابلة للترسيب والمواد اللي لها حجم وشكل. البيربوس برايمري تريتمنت غرض منها أول حاجة ريموفال اوف لارج اند بيج فلوتنج ماتيريال، إزالة المواد الكبيرة وذات الحجم الكبير اللي هي العايمة اللي هي الطافية. إزالة ريموفال اوف 40 ل 60% من السسبندد سوليد المواد العالقة، و25 ل 35 من الاورجانيك لود المواد اللي هو الحمل العضوي. يعني تشيل 25 ل 35% من الايه البي او دي. يبقى البي او دي اللي اتكلمنا عنه في الاول ده مقياس للتلوث، ومقياس للتلوث بالمواد العضويه بنسميه الاورجانيك لود الحمل العضوي. يبقى البرايمري تريتمنت بتشيل ايه 40 60% من السسبندد سوليد و25 ل 35 من الاورجانيك لود. طب بقيه الحاجات الباقي هنشيله ازاي؟ هنشيله في المرحله اللي بعد كده اللي هي ايه السكندري. ثلاثة، إزالة بقى السم الرمل بيتم إزالته في المرحلة دي، الجرافر زلط السيلت وكذا، أي مواد كسر إزاز إشربيت حاجات زي كده. أربعة، الريموفال أوف أوير أند جريس، إزالة الزيوت والشحوم. يبقى لو أنا عندي مثلا زيوت أو شحوم موجودة في المية، لو دخلت المعالجة البيولوجية هتقتل البكتيريا وهتأثر عليها، فلازم أزيلها في الأول. وإزالة الزيوت والشحوم دي غالبا بتتم في مصدرها، يعني لو في بنزينة وبيعملوا غسيل العربيات وتغيير زيوت لازم أن يعمل عنده خزان لإزالة الزيوت والشحوم، ما يرميش المية بتاعته في شبكة الصرف وفيها زيوت وشحوم. لو في مصنع بينتج عنه زيوت وشحوم هو لازم أن يعمل عنده وحدة لإزالة الزيوت والشحوم. يبقى الوحدات إزالة الزيوت والشحوم دي بتبقى في مصدر التلوث نفسه، مش في داخل المحطة. لكن لو انا فوجئت بقى ان المايه فيها زيوت وشحوم مش عارف اعرف مصدرها، يبقى لازم اعمل خزان لازاله الزيوت والشحوم داخل المحطة. الرسمه الموجوده تحت ديت بتبين الفلو لاين للبرايمري تريتمنت. البرايمري تريتمنت انا زي ما احنا عارفين موجود في القريه او المدينه او في منتصف الحي، البامب ستيشن اللي هو محطة الرفع بتجمع مياه الصرف من المنازل، والضخاف خط اسمه الفورس مين اللي هو خط الطرد. يبقى خط الطرد ده خط بينقل المياه المجاري من محطة الرفع إلى داخل محطة المعالجة.
او فزي ما بنقول كده خط ضغط، يعني بنضخ ميه بسرعه كبيره وضغط عالي، فعشان تدخل بقى محطه المعالجه يبقى لازم نعمل تهدئه. فاول حاجه، اول خزان عندي بنسميه الديكليريشن تانك او خزان التهدئه او خزان الدخول. فزي ما انتم شايفين كده ان الفورس مين جاي ماسوره، بروح عامل اتساع، فبيحصل ايه؟ ان السرعه تقل والضغط يقل بتاع الميه عشان الميه تبدا تتحرك بهدوء. بعد كده بيبقى عندي قناه اسمها ابروتش شانل، يبقى قناه اقتلاع اقتراب او قناه نقل للميه ما بين الوحده والتانيه. يبقى انا لما اجي الميه ما بين الوحدات وبعضها بنعمل قناه مكشوفه الميه بتمشي فيها عشان تبقى ظروف هوائيه، ما يحصلش تفاعلات لا هوائيه وروائح في المحطه. هتدخل بعد كده على السكرين اللي هي المصافي، بيتم ازاله بقى اي مواد علقه وطافيه لها حل. بعد المصافي بتدخل على الجريت ريموفر، بيبقى زي خزان ترسيب كده صغير بيتم فيه ازاله، لو فيه رمل موجود في الميه بيتم ازالته، لان الرمل ده لو دخل لمعدات والطرمبات داخل المحطه هيعمل لها تاكل ويؤدي لمشاكل داخل المحطه. فبنعمل ايه؟ ازاله له. لو عندي مواد خبث، اي حاجه زي قشر بيض، اي مواد تقيله مكسره، كسر ازاز، الكلام ده بيتم ازالته في الحوض. بعد الحوض ده بيدخل على البرايمري سيدمنتيشن تانك اللي هو خزان الترسيب الابتدائي، وده خزان زي خزانات ترسيب الميه، بيتم ترسيب المواد القابله للترسيب فيه. وزي ما قلنا اللي هو بيشيل في الخزان ده من 40 ل 60% من السسبندد سوليد و25 ل 35% من الاورجانيك مات. يبقى ده الغرض بتاع البرايمري تريت. الرسمه ديت فيها الفلو لاين لمحطه المعالجه، نشوفها بقى حضرتك تشوفها. انا نزلت لك الايه المحاضره على التيمز. مكونات بقى البرايمري تريتمنت، الكلام اللي انا شرحته انا مكتوب هنا برضو. البرايمري تريتمنت كومبوننت، اول حاجه الديكليريشن شامبر اللي هي غرفه التهدئه، وتكون اول غرفه محطه المعالجه، وتعمل على تهدئه المياه القادمه من مواسير الصرف، تقليل سرعتها بحيث لا تمرر العواقص من تجاوز شبكه الحجز، عشان ايه؟ لو المياه ماشيه بسرعه كبيره العوالق هتعدي من المصافي بالضغط. الابروش شانل هي قناه بتنقل المياه من غرفه التهدئه للمصافي بسرعه مناسبه، وبتعرض المياه للظروف الهوائيه عشان تمنع التفاعلات الهوائيه. السكرين بتستخدم بقى لحجز المواد الكبيره زي الورق والخشب، وعشان تسهل عمليه بدل ما ندخلها في المعالجه بنحجزها بواسطه السكرين وما تسببش ضرر للمعدات الميكانيكيه. السكامنج او الفلوتنج تانك، وده خزان بيتم استخدامه لازاله زي ما قلنا الزيوت والشحوم لو هي موجوده في الميه، لكن مش موجوده يبقى غالبا الخزان ده مش موجود في المحطه، بيبقى موجود في مناطق الاستخدام اللي هي بنزينه مصنع وهكذا. الجريد ريموفر شامبر اللي هي غرفه ازاله الرمال، يعني بتستخدم لازاله الحبيبات كبيره الحجم زي الرمل الزلط، عشان الحبيبات دي لو دخلت للمحطه هتعمل مشكله في الاجهزه والمعدات الموجوده. اخر حاجه في البرايمري تريتمنت اللي هي البرايمري سيدمنتيشن تانك، ولو مش موجود يبقى ما اسمهاش برايمري تريتمنت، هي اسمها بري ماينري او اوليه، لكن البرايمري لازم يكون في برايمري سيدمنتيشن تانك، لان هو ده اللي بيشيل 30% من البي او دي، بيشيل 50% من السسبندد سوليد. والبرايمري سيدمنتيشن تانك هو نفس الخزان الموجود في الميه، ونفس الشكل والتصميم وكل حاجه ونفس الوظيفه. برضه حطيت لك هنا مخطط برضه لمحطه تنقية ميه بالوحدات، البامب ستيشن، ديكليريشن تانك، سكرين، برايمري سيدمنتيشن تانك، ريموفر وهكذا. عاوزين نبدا نصمم بقى الوحدات اللي هي بتاع البرايمري تريد. انا عندي اول حاجه اللي هي ديكليريشن تانك اللي هو غرفه التهدئه، الغرض بتاعه بيقلل السرعه بتاع السيوج قبل السكرين عشان يمنع مرور اي مواد علقه من السكرين.
تصميمه بكل بساطة ديزاين كريتيريا بتاعته تي زمن البقاء من 1 لـ3 دقايق، سرعة المية الأفقية في من 6 من 10 لـ1.2 متر، يبقى السرعة ممكن نجيب منها الطول، التي بنجيب منها حجم الخزان، الطول الخزان ال L بيساوي 3 بي اللي هو العرض، الدبس بتاع الخزان من 1 لـ2 متر، يعني بناخد ديزاين كريتيريا ديت، يعني هنقول مثلا كيو ديزاين بيساوي كيو ماكسيمم، هنضربه في دقيقتين جبنا الحجم، هنقسمه على الدبس 1 متر او 2 متر يبقى جبنا السيرفيس اريا. طب السيرفيس اريا بتساوي ال في بي، وال بتساوي 3 بي، الطول بيساوي 3 العرض، يبقى جبنا ابعاد خزان التهدئه. يبقى ده تصميم حاجه بسيطه جدا ما فيش فيه اي مشكله. ندخل بعد كده على الابروتش شانل اللي هي قناه نقل الميه من وحده لوحده، يعني لو هنخلي بالنا الرسمه الموجوده تحت دي، ادي ايه، ادي الديكليريشن تانك اهو، ده اللي صممناه، في قناه من الديكليريشن تانك لحد السكرين، وفي قناه من السكرين لحد الجريت ريموفر، وفي قناه من الجريت ريموفر للبرايمري سيدمنتيشن. القناه دي عشان نصمم ميه ما بين الوحدات في صوره لها ورد، هي الشكل بتاعها او الاثنين، يعني في موجود لها شكلين، عمق الميه فيها دي والعرض بتاع القناه بي. الغرض منها ترانزميت اوف سيوج بتنقل الميه للسكرين، وسيت فلوستي ات اليتد كونديشن، بتنقل الميه بسرعه مناسبه وفي ظروف هوائيه. الديزاين كريتيريا بتاعتها سرعه الميه في القناه ديت من 6 من 10 لـ1.5 متر، السرعة بتساوي عشان تمشي في قناة 1/N في R^2 S^2 N بتساوي 15 من 1000. الكيو ديزاين بتاعتها كيو ديزاين اللي هي الكيو ماكس، واللي هي 8/10 في البيك فاكتور في الكيو افريج، هنقول انها بتحسب ازاي، او هنديك كيو ماكس. الكيو ديزاين هتساوي الاريا في السرعه التصرف، يبقى قناه عارفين بنقول التصرف بيساوي مساحه المقطع اللي بيمشي فيه التصرف في سرعه التصرف، فاحنا بنصمم القناه في على الكيو افريج. الكيو افريج هناخد السرعه 9 من 10 ونجيب ابعاد القناه، يبقى الكيو افريج ابعاد القناه الاريا هتساوي البي في الدي، والبي بناخدها بتساوي 2 دي، العرض بيساوي 2 العمق، يبقى جبنا الاريا هتساوي 2 دي تربيع، نعوض في العلاقه اللي فوق، والسرعه 9 من 10 يبقى جبنا ابعاد القناه في حاله كيو افريج. عاوزين نجيب بقى الاس مينيمم اللي هو اقل ميل للقناه دي، عشان ما تمشي لازم يبقى لها ميل، فبنجيب الاس مينيمم بنفرض اقل سرعه 6 من 10، يبقى الاي مينيمم اقل مساحه هتساوي كيو مينيمم على الفي مينيمم يساوي كيو مينيمم على 6 من 10. الـ A مينيمم هيساوي الـ B العرض ثابت في الـ D مينيمم اللي أنا عاوز أجيبه، يبقى يساوي Q مينيمم على 6 من 10، يبقى إداني الـ D مينيمم أقل عمق للميه في القناة في حالة الـ D مينيمم، يبقى الـ في مينيمم هنعوض في قانون مانينج 1/R^2 S^2 من الـ R مينيمم هنجيب الـ R مينيمم ومنها هنجيب الـ طب الـ Q مينيمم دي اللي هتبقى كام يا دكتور؟ هتبقى هي Q ماكسيمم برضه ولا نعملها 8 من 10 Q؟ بالنسبة للصرف هو له تصرفات غير المية، لو أنا اديتك طريقة حسابها يبقى هتحسبها، يعني لو حضرتك ادتني الكيو مينيمم احسب ال الدي مينيمم، ما ادانيش ما احسبوه. يعني لحد دلوقتي لو في وقت انا اديك ازاي نحسب تصرفات من الصرف، ممكن انزل لك ورقة عشان اللي عاوز يعرف ازاي احسب كيو افريج كيو ماكسيمم وكيو مينيمم، لان كيو ما هماش بالنسبه للصرف ما هياش زي الميه كيو ماكسيمم منصري وديلي والكلام ده، لا انا عندي كيو مينيمم ودي بيبقى فيه فاكتور بحسبه بجيب منه كيو مينيمم، وعندي كيو ماكسيمم فيه فاكتور بحسبه بجيب منه كيو ماكسيمم، وكيو افريج هي 8 يا من دكتور، هي 10. محطة المعالجة بيبقى على طول على طول ايه؟ مش سامع الصوت. محطة المعالجة على طول، خط المعالجة داخل المحطة بيبقى جزء المياه ماشية بالجاذبية بس.
ما فيش اي وحدات ايوه رفع في المحطه. مجرد المايه تدخل الديكلريشن شامبر اللي هي غرفه التهدئه، تبدا تنتقل من واحده لثانيه بواسطه الجاذبيه، لان انا مش هضخ بقى بطرمبات، هي بتمشي من وحده لوحده بالجاذبيه. واحنا عشان تمشي كده قلنا في قناه بتنقل من وحده للثانيه اللي هي الايه؟ الابروشن اللي احنا بنقول على التصميم بتاعها. دكتور ايوه معلش، بس هو الكيو ديزاين بيساوي كيو ماكسيمم 8 من 10 في البي اف اف، ده بتاع ايه؟ اه ما انا قلت لك بقى، معلش هناخد الكيو ديزاين الكيو ماكسيمم، يعني بالنسبه للصرف انا قلت لك في كيو مينيمم كيو ماكسيمم كيو افريج، لها طرق لحسابها. فهي الطريقه عباره عن 8 من 10 في البيك فاكتور، ده بيتحسب في الكيو افريج اللي هي بتاع الميه اللي انا بحسبها، اللي انا كنت حسبتها اللي هي البوبوليشن في الووتر كونسبشن. وتصرف الصرف بيساوي 8 من 10 الميه، يعني لها طريقه في الحساب. فانا لو قلت لك مساله هديك التصرفات مش هقول لك احسب، هي تمام. حته الزياده يعني. يعني انا في طريقه للحساب، فهي كيو ماكسيمم عباره عن 8 من 10 في البيك فاكتور في الكيو افريج. انت ما خدتش البيك فاكتور، لو انا اديتك طريقه الحساب ديت ماشي، ما اديتهاش لك يبقى انا هديك اقول لك في المساله الكيو ماكسيمم بيساوي كذا، الكيو افريج بيساوي كذا، والكيو مينيمم بيساوي كذا. تمام يا دكتور، احنا عايزينها تبقى محتوى خلاص، احنا عايزينها انا تبقى بقول لك محتوى. يعني لو انت عاوز تحسبها هجيب، انا هنزل لك طريقه حسابها لا لا، بعد. احنا عايزين تبقى محتوى قيمة مينيمم وماكسيمم وخلاص في المسألة وخلاص. ماشي. تمام نيجي بعد كده على سؤال لو سمحت بعد اذنك، اتفضل. هو ليه ايه استخدام الطرمبات الحلزونية في المحطات ايه؟ يعني انا شايف بشوف المحطات بيبقى فيها طرمبات حلزونية. واحنا لحد دلوقتي ما وصلناش للموضوع الطرمبات الحلزونيه بتبقى مستخدمه، ان انا عندي في محطات الصرف بعمل حاجه اسمها اعاده للحمأ. انا اتكلمت، لو انت خدت بالك من كلامي انا كنت ايوه بقول اكتيفيتد سلاج، حمأ نشط. عادي. الحمأ النشط دي عباره عن كائنات او خلايا من البكتيريا. فانا عشان المعالجه بتتم ان بقول البكتيريا بتتغذى على الملوثات. طب انا لو عندي ملوثات كتير عاوزه كميه بكتيريا كبيره، فانا بروح اعمل اعاده للبكتيريا ديت اللي هي الحمأة النشطه لحوض التهويه، يبقى موجود فيه كميه بكتيريا كبيره تتغذى على الملوثات في وقت قليل. فعشان اعمل الاعاده ديت الميه بتاع الاسطاج دي انا ساحبها من اسفل خزان الترسيب، فبيبقى تمام. منسوبها قليل. فاما بستخدم طرمبات عاديه او بستخدم السكرو بامب اللي هي الطرمبات الحلزونيه دي اللي هي ترفع للحمأة وتعمل لها اعاده لاحواض التهويه. الطرمبات الحلزونيه ديت بتبقى مدى الرفع بتاعها قليل، يعني بتاع 3 5 6 متر بالكتير، غير كده ما بترفعش لانها بترفع على طولها هي بس. شكرا. هنيجي نتكلم بقى على السكرين اللي هي المصافي. السكرين قلنا الفايده بتاعتها ازاله المواد الايه الطافيه الكبيره زي البلاستيك، المعادن، الخشب، القماش وهكذا، اي مواد طافيه موجوده بدل ما تدخل تعمل مشكله في المحطه بنعمل السكرين ديت عشان ايه؟ تعمل ازالتها. الصورة الموجودة في السكرين هي زي ما احنا شايفينها، عبارة عن قضبان من الحديد بينها مسافة، فالمية هتمشي من خلالها، أي مواد عالقة هتتحجز على سطح ايه؟ السكرين. السكرين قد تكون زي الصورة اللي هي على اليمين ديت، دي بتبقى بنسميها مانيوال، يعني بيتم ازالة المواد العالقة ديت بواسطة طريقة يدوية، عامل يقف مع شوكة يسحب العوالق ونتخلص منها. لو العوالق كبيرة كتيرة وكمياتها كبيرة فبنعملها ميكانيكال زي اللي احنا شايفينها على الشمال دي، بيبقى فيه مطور فوق، وبدل الشوكة بيبقى زي الشوكة متحركة بتنزل تحت وتروح ساحبة الايه المواد العالقة وترميها في حوض جنب الايه
السكرين. يبقى السكرين قد تكون مانوال وقد تكون ايه ميكانيكال، يعني عمليه الكليننج او ازاله المواد العالقه اللي هي على السكرين، اما بطريقه يدويه او بطريقه ايه ميكانيكيه. لو بصينا الرسمه بتاع السكرين اللي هي موجوده تحت، اقل عدد من السكرين اللي احنا شايفينه على اليمين دي او على الشمال، اقل عدد بيبقى 2 في المحطه. بيبقى الابروتش شانل داخل الميه تبدا تنقسم يمين وشمال، الجزئين دول فيهم السكرين، يبقى عندي 2 سكرين عرض السكرين الواحده بي، ويبقى عندي برضو في قناه احتياطي بحيث ان لو حصل مشكله في السكرين ومش فممكن نعمل باي باس للميه تمر بدون ايه سكرين. يبقى ده الشكل بتاع السكرين. يبقى السكرين لو بصينا حتى في الاليفيشن عباره عن البارز دي مايله وفي بزاويه سيتا، يبقى دي مايله والميه بتعدي من خلالها، يبقى مجموعه من القضبان من الحديد بينهم مسافه بتعتمد على درجه السكريننج او درجه التصفيه. يعني المسافه دي بين البارز دي لو زادت يبقى هتحجز المواد الكبيره والمواد الصغيره هتعدي. لو انا عاوز احجز المواد الصغيره اقلل المسافه بين القضبان ديت فهتحجز المواد الصغيره. التايب اوف سكرين، انواع السكرين وفقا للمسافه ما بين البارز، يا اما كورس سكرين يا اما فاين سكرين. الكورس سكرين يبقى السبيسنج بتوين بارز من 2.5 ل 7.5 سنتي، فبالتالي السكرين هتحجز مواد كبيره، المواد الاقل من 2.5 هتعدي. الفاين سكرين السبيسنج بتوين بارز من 1 ل 5 سنتي وغالبا بنخليها 2.5. طيب ويز ريجارد تو كليننج، وفقا لعمليه اللي هي التنقيه، عمليه ازاله العوالق يا اما بتبقى مانوال زي ما قلنا يا اما بتبقى ميكانيك. عاوزين بقى نصمم السكرين، يبقى السكرين ديزاين كريتيريا النت اريا اللي هي المساحه اللي بتاع السكرين من 2 ل 3 الاريا اوف ابروتش، يعني الاريا بتاع السكرين اللي هي شايفينها دي بتساوي من 2 ل 3 الاريا بتاع الابروتش. السيتا زاويه ميل السكرين من 40 ل 60 درجه. الديبس اوف سكرين عمق السكرين هو نفس العمق بتاع الابروتش جانب. النمبر اوف سكرين اكبر من او يساوي 2، يعني اقل حاجه 2 سكرين في المحطه. الدايمنشن اوف بار ابعاد القضبان اللي انا مستخدمها في السكرين، الدايمتر اوف بار اللي هي اذا كانت القضبان دائريه من 10 ل 19 مللي. السبيسنج بتوين بار اللي هو بيحدد درجه السكرين من 2.5 ل 5 اذا كانت كورس سكرين، ومن 1 ل 2.5 سنتي اذا هي الفاين سكرين. الهوريزونتال فيلوستي بيفور سكرين، السرعه الافقيه قبل السكرين اللي هي والميه اللي داخله على السكرين المفروض انها اكبر من اللي هي في 1 من 6 من 10 عشان ما يحصلش ترسيب لمواد قبل السكرين. الفيلوستي ثرو سكرين الميه السرعه بقى الميه ما بين السكرين اللي هي بتعدي ما بين البارز بتساوي المفروض انها اقل من 1.5، يعني ما تزيدش عن 1.5 عشان ما يحصلش السرعه العاليه هتؤدي لبعض العوالق ممكن تفلت وتعدي من السكرين. في الاخر بنحسب الهيد لوسز خلال المصفى يساوي 1.4 اللي هي الفي 2 اللي هي سرعه الميه خلال السكرين ناقص الفي 1 تربيع اللي هي قبل السكرين على 2 جي. المفروض الهيد لوسز ديت عشان يبقى العمليه اقتصاديه اقل من او يساوي 10 سم، لو زاد عن كده يبقى هنزود المسافه بين السكرين او نقلل السرعه اللي هي داخله بيها الميه على السكرين. يبقى ده الديزاين بتاع السكرين. انت في السكشن هينزل لك شيت
في الوحدات ديت في الامتحان هيجي لك تصميم ديكريشن شامبر، هيجي لك تصميم الابروتش شانل، هيجي لك تصميم السكرين. يبقى دي الحاجات انا بقول لك ده جاي لك في الامتحان. الوحدات ديت هتجي لك تصميم، هنقول لك المحطه البرايمري تري نصمم واحد ديكريشن شامبر ابروتش شانل السكرين الجريت ريموفر والبرايمري سيدمنتيشن. يبقى ده جزء على البرايمري، هناخدهم البرايمري سيدمنتيشن والجريت ريموفر المحاضره الجايه ان شاء الله. يبقى الجزء ده هينزل لك في السكشن في مسائل، تحل المسائل هيجي لك في الامتحانات تلاقي في مساله هي هيجي لك المساله دي. دكتور كده اخر محاضره المره الجايه؟ لا احنا لنا محاضرتين ان شاء الله. دكتور ده احنا ورانا الشفه والاسبوع الجاي ولسه متاخرين في السكشن خالص وحاجات كتير والله عماله تتراكم علينا. احنا المفروض في اربع محاضرات غير المحاضره دي عشان ناخد الجزء الخاص بالصرف. بس الامتحانات اتقدمت، اذا ذنبنا احنا. هتمتحن وقت ايه؟ احنا هنمتحن الاسبوع اللي بعد الجاي، الاربع اللي بعد الجاي يا دكتور. يوم كام؟ علينا الشفوي، علينا شفوي خرسانه يوم الحد الجاي. اول يوم 13، يوم 13 1 التحريري. يوم 13 1 يا دكتور اللي هي التحريري. 13 1 والحد الجاي علينا امتحان خرسانه شفوي، ولسه في امتحان اساسات شفوي هيبقى برضو في نص الاسبوع او في اخره. فاحنا هنذاكر ازاي الكلام ده كله يا دكتور غير ان احنا متاخرين في السكشن في المواد كلها، وعلينا حاجات اونلاين كمان الاسبوع الجاي زي المحاضره اللي حضرتك هتديها كده، في كل ماده برضو هيبقى محاضره كده، هنذاكر الكلام ده كله ازاي؟ الامتحانات اتاجلت، مش ذنبنا احنا يا دكتور ان احنا يتعامل معانا كده والله. وللاسف يعني مش ذنب مصر كلها يعني، ربنا يعدي الايام. حضرتك خف علينا بالله عليك يا دكتور لان كده والله كتير كتير. احنا متاخرين في السكشن في كل المواد، في كل المواد. ان شاء الله الاسبوع الجاي لو هندي يعني ندي محاضره طويله ونقسمها جزئين، يعني محاضره طويله هتبقى في حدود 3 ساعات ونخلص المنهج، او ندي محاضرتين يعني، فربنا يسهل ان شاء الله نحاول نختصر. مفيش مشكله نطول شويه في المحاضره يا دكتور، بس حاول بس تخف علينا بالله عليك يا دكتور. والله بالنسبه للمقرر احنا يعني اللي انتم بتاخدوه ده نص زمايلكم السنه فاتت كانوا بياخدوه. ما هو برضه يا دكتور حصل ظروف برضه في 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 الترم اللي فات لما كان في كورونا وفي مناهج كتير ما عرفناش نستفيد بيه، فغصب عننا برضه في اللي بيحصل فينا دوت، فما يعني المواد ما بتجيش، الدكاتره كلها بتيجي علينا الا كورونا. يعني انت هتتخرج مهندس تشتغل، فانت خلاص ما قدامكش فرصه تعوض يعني. فان شاء الله بس مش لدرجه ان يجي علينا كده والله يا دكتور. استثنائي بقى يا دكتور، هنحاول نختصر ظروف استثنائيه بقى يا دكتور، وربنا يسهل ان شاء الله. تمام يا دكتور. نحدد فاينل للميد ترم كان ان شاء الله، هحدد لكم ما تقلقوش من الامتحان ان شاء الله نحدد وربنا يسهل. احنا تعبانين يعني ان شاء الله. خلاص دلوقتي في حد له سؤال في الكلام اللي احنا قلناه النهارده؟ الف شكر يا دكتور. ماشي ماشي، طب شكرا، السلام عليكم.